الخبر الخاص بان رمضان يعني توقف مؤقتا، وقلت ليه رمضان ما نضمش يعني، لكن في نفس الحلقة قلنا لا، ان رمضان عنده مشكلة وان توقف مؤقتا لحين جلسة الاستماع. هنا نروح للاستاذ طلال عبد اللطيف الخبير الخاص باللوائح والقوانين وموقف رمضان صبح الحقيقة القادم، ايه هيعمل ايه يعني؟ جلسة الاستماع دي هتوديه لفين؟ وليه توقف مؤقتا ما دام في معارضه اصلا ان اللعيب ممكن يلعب لغايه لما جلسه الاستماع؟ ما دام في معارضه اللعيب يلعب لغايه جلسه الاستماع وينضم للمنتخب ويلعب مع نادي. ايه بقى اللي حصل؟ خلينا نروح لاستاذ طلال عبد اللطيف. استاذ طلال تحياتي لحضرتك. طيب هو يعني نرجع مره تانية ليه، لان برضو مهم جدا نعرف موقف رمضان صبحي الخاص بالمنشطات وايه اللي هيحصل في موقفه في الفتره القادمه. برضو النادي الاهلي منتظر انه يعمل احتفاليه كبيره جدا للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني خاصه بالحصول على دوري ابطال افريقيا. بطوله كبيره وجميله وكانت صعبه، فبالتالي يستحقوا اللاعبين النادي يحتفل بيهم احتفاليه كبيره. فقط انتظار كولر هيرجع امتى عشان يتم تحديد الميعاد. الراجل برضو مهم جدا ان صاحب الفرح برضه يبقى موجود، المدير الفني. فانتظار كولر لحين عودته لتحديد موعد حفل تتويج دوري الابطال. طيب استاذ طلال عبد اللطيف بيرجع لينا مره ثانيه. استاذ طلال تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا كابتن فاروق. اخبار حضرتك ايه؟ ده حضرتك الله يخليك. طيب موقف رمضان صبحي الحقيقه وجلسه الاستماع، وليه رمضان صبحي بعد ما هو قدم معارضه ما كملش يعني يلعب عادي وينضم للمنتخب عادي؟ ليه ما حصلش ده؟ طب هو بالراحه كده بهدوء. اتفضل. ومين المسؤول عن اخذ العينه؟ مين المسؤول ايه؟ معلش علونا يا جماعه. عن اخذ العينه. هو انا امبارح شفت المحامي بتاع رمضان صبحي لما طلع. قال حاجتين غراب جدا. انا ما اعرفش، هو طبعا احنا بنحكم على حاجه ما انت شايف اي ورق ليها، خلي بالك. العينه اتخذت بتاعه رمضان صبحي، قال التقرير بتاعها طلع غير منضبط. يعني حط عليها مي. ماشي. مين المسؤول على اخذ العينه ومين اللي افسدها؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني وقالها امبارح، قال لك العينه الثانيه اتخذت بعد 45 دقيقه وطلعت النتيجه سلبيه. طب لو الكلام ده صح والنتيجه سلبيه احنا بنعمل ايه؟ ما دي اسئله هنا بحطها قدام الناس. لو الكلام ده صح حد يطلع اتحاد الكوره يعني بعد 45 دقيقه اتخذت عينه اخرى من رمضان صبحي وطلعت أيوة. سلبيه. ده مين اللي قال كده؟ الاستاذ هاني زهران محامي بتاع رمضان. طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ طب لو هي طلعت عينه ثانيه سلبيه احنا بنعمل ايه؟ العينه الاولانيه منضبطه غير منضبطه يعني مش مظبوطه، والثانيه سلبيه، طب ايه فين المشكله؟ ده لو الكلام ده مظبوط يا كابتن فاروق. طب لو الكلام ده مش مظبوط يطلع اتحاد الكره يقول لنا ايه الموضوع؟ طيب العينه اتخذت الاولانيه اتحللت فين؟ احنا عندنا معمل تحليل هنا ولا ما عندناش؟ ده السؤال الثاني برضه عايز اسال، اتحللت فين؟ في مصر ولا بره مصر؟ دي تعليمات من النادي. طب خدت العينه، يبقى السؤال الاولاني مين هو المسؤول عن فساد هذه العينه؟ اثنين اتحللت فين؟ ثلاثه نتيجه التحليل، اربعه انت بتوقفه النهارده تحت بند ايه؟ طيب هي جلسه استماع عملها له 6/6، انت فاكر موضوع حسام غالب في السعوديه؟ تمام. ده من زمان. فاكره ولا نسيناه؟ ما نفس القصه. وعين اولى والثانيه اتبعتت لندن وطلعت الثانيه سلبيه خلاص. يعني احنا مش عايزين نضيع مستقبل الولاد على احتمالات. لو حقايق لا تمام المخطئ يتعاقب، لكن لو مش حقايق مش عايزين، ده احنا بنشتغل احتمالات دلوقتي، حد يطلع يقول الحقيقه فين؟ الحقيقه مين اللي قضى تعليمات اتخذ العينه؟ ومين افسد العينه؟ ومين اللي حلل العينه؟ وما هي نتيجه العينه الثانيه؟ والثانيه اتخذت امتى؟ بعد 45 دقيقه زي ما بيقولوا ولا لا؟ وهل هي سلبيه ولا لا؟ كل ده تمام. طيب انا بس سؤالي، احنا لو في اي قضيه وابتدينا نعارضها من خلال محامي يعني، فبيقول لك الحكم لو في حكم بيتم وقفه لحين النظر في الطعن ده. فهو رمضان صبحي عمل كده. هو عمل ايه؟ عمل طعن. ده هو عمل جلسه استماع، طالب يعمل جلسه استماع، هو ما طلعش عليه حكم لحد دلوقتي. هو يعني مش موقوف.
فتوقف ده هل ده عقوبه ولا الحين يخش جلسه استماع؟ طب هم دلوقتي بيوقفوا ليه لغايه جلسه الاستماع؟ يعني ليه يوقفوا لغايه جلسه الاستماع؟ ما هو موقوف لحد ما يخش التحقيق، ده بدايه التحقيق، داخل التحقيق. ده مش عقوبه، ده بنقول ده التحقيق تحفظ. طب ما انت بتعاقبني اهو، انا ولا دخلت ما هو منتخب. مش عقوبه، عقوبه ده هي ست سبع ولا دخلت منتخب ولا بقى يعني ولا هلعب مع ناديه. هو غريب بقى ان هي تزامنت مع ميعاد المنتخب، هو ده الغريب بقى. لكن هي القصه زي ما بقول في تحقيق يقول لك ايه انت موقف شويه على جنب كده لحد ما اخلص تحقيق، مفيش مشكله، ده مش عقوبه. انا دخلت القسم فحطنا حبس تحفظي على ذمه القضيه، ده مش عقوبه. معايا حضرتك هنا بقى العقوبه. ايوه استاذ طلال، بس هو مثلا اهو كان كابتن حسام حسن بيفكر فيه انه يخش للمنتخب وما دخلش الراجل. ما هو ده القصه بقى، احنا نستعجل جلسه الاستماع. طب جلسه الاستماع ايه اللي خلاها 6 6؟ ما كان ممكن 1 6، ممكن 2 6، ده هنا في مصر. طب ايه اللي رماها 6 6؟ ما في حاجات كده، ما يقول لك مجاهيل. بعدين ما طلع اتحاد الكوره قبل كده وقالوا لا ما تتكلمش، ما تتكلمش. طب اتكلم قال ايه ولغى الكلام في ايه؟ يا جماعه حد امتى احنا مش عند ما هيش عندنا شفافيه؟ ما حد يطلع يقول الحقيقه فين؟ تمام. انت بتحكم على ايه ده؟ انت طيب. بتقول لي اتوقف، طب هو اتوقف عقوبه؟ انت اتمنع من المنتخب المره دي. طب ايه اللي هيحصل في جلسه الاستماع؟ هيقول اللي عنده. هل جلسه ما عنده هتصدر حكم؟ هتاخد بكلامه وتشوف هتعمل طيب. ايه؟ اذا ثبت ان رمضان صبحي تعاطى منشطات بتبقى يعني ايه اللي ايه اللي هيحصل في الموقف ده؟ هيطعن في العينه الثانيه. فين العينه الثانيه؟ اتاخدت هي فين؟ نتيجتها زي حسام غانم عمل في السعوديه. تمام. وطلب العينه الثانيه والثانيه اتحللت لو انت فاكر في لندن. وطلعت في الاخر سلبيه. لازم عنده عينه ثانيه. ده المفروض يتعمل. هي لها اجراءات هنمشي طيب. عليها. طيب على حسب الاجراءات لغايه لما وصلنا لنهايه المطاف وثبت ان رمضان صبحي تعاطى منشطات. تمام. العقوبه بقى بتبقى ايه؟ لا من سنه لثلاثه. من سنه لثلاثه. لثلاثه. يعني سنه لثلاثه دي على اساس ايه؟ على حسب الكميه ونوع المنشط ايه واتاخد ازاي وبفعل فاعل ولا هو اللي قصده ولا في دواء ولا يعني في مليون معنى. انت مش فاكر ايهاب بتاع العاب القوى؟ واخد 3 سنين فاكره؟ يا ابو عبد الرحمن اظن ايهاب. هي كده من سنه لثلاثه. احنا لازم انا عشان بقول لحضرتك احنا لازم نطلع شفافيه المقفول. اثنين بقى لازم اللعيبه يبقى عندها وعي في ايه؟ في ادويه معينه فيها منشطات، وايه الفرق بين المنشط والمكمل؟ والمكملات تدخل نفس عقوبه الاتهام ده ولا لا؟ كل ده المفروض اللعيبه عندهم فكره عنها. واللي ياخد دواء يقول انا خدت الدواء الفلاني. ده مش اي واحد بقى بياخد يعني عيان هياخد دواء، يعني احنا عارفين ان لازم يبقى الطبيب الفريق واخد ده. المفروض يبقى في الفريق في طبيب. المفروض يعني. يبقى في طبيب ويقول له تاخد ده وما تاخدش ده. ولازم يبقى في وصفه طبيه بيديها له. ويبقى هو محلل عنده. خصوصا ان كمان بيراميدز بيلعب افريقيا. طب انا معرفش الدوري المصري مستمرين على فكره التحليل اللاعبين ولا لا. الموضوع اتمنع لان هو مكلف. ما عندناش معمل كمان هنا. ما عندناش معمل، والمعمل كفتونس مش كان المفروض احنا عندنا الدوري كانوا واخدين قرار بان يبقى فيه تحليل لاعبين في كل مباراه؟ ما اتعملش حد دلوقتي. حد دلوقتي ما اتعملش حد دلوقتي. ما اتعملش تاني. لا. ولا عندك معمل حد دلوقتي. وفاكر زمان لما قلنا السنه اللي فاتت على 60 عينه هيتعملوا وتعملوا فاكر؟ وما اتعملوش. يا ريت برضه نداء من عندك اهو، يا ريت الحاجات دي مهمه جدا عالميا دلوقتي. ويا ريت نبتدي نعمل حاجتين هنا مهمين جدا. معامل التحليل والطب الرياضي مطلوبين جدا هنا في مصر. استاذ طلال انا بشكر حضرتك ودايما بتمتعنا الحقيقه بكلامك عن يعني القوانين واللوائح وماذا يحدث للاعبين الحقيقه اللي ممكن يتعاطوا منشطات. خلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم لعيبه مصر تخلي بالها وهي بتاكل، مش بتاكل طبعا، او يعني بتاخد اي دواء. حتى لو انت بتاخد دواء مثلا معين عشان علاج لازم دكتور يبقى عارف، دكتور لازم يبقى برضه متابع كل اللعيبه. رمضان صبحي ده واحد من مواهب الكره المصريه الحقيقه.